بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة جاي اتكلم معاكم كده عن موضوع لطيف كده وظريف. اتكلم معاكم عن الانيميا. خلينا لما نيجي نتكلم في البداية عن الانيميا، خلونا نقول ان ده شخص بيجي لنا العيادة. طبعا في البداية عشان الناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي الدكتور احمد عطية دهشان، دكتور تغذية علاجية في اسطنبول. ده كده بشكل، لو اي حد عنده اي اسئله لو نسال يا ريت يكتبها عندنا في التعليقات، وان شاء الله رب العالمين هنجاوب على جميع الاسئله. اهلا بيك يا زر يفدب، مش عارف بقى صح بقى ولا غلط، اعذرني لو نطقت الاسم غلط. خلونا نقول لما نيجي نتكلم عن الانيميا في البدايه، خلونا نقول ان ده شخص بيجي لنا العياده بيقول لي يا دكتور احمد انا بعاني من صداع مستمر، بعاني من ارهاق مستمر، من بعاني من هبوط، ببذل مجهود بسيط قوي وبتعب بسرعة، يا ترى ايه المشكلة؟ ما بيجي لي حد بالاعراض دي سواء كان صداع مستمر او ارهاق مستمر او دوخة او هبوط كده بشكل عام، بشك على طول، لان دي تعتبر من اشهر المشاكل اللي بتقابلنا في العيادات، الانيميا من اشهر المشاكل. يعني يكاد يكون مفيش بيت الا وفي شخص او اكثر الا وبيعاني من انيميا. فاحنا دلوقتي لما نيجي مثلا وليكن نتكلم عن لما نيجي نتكلم مثلا وليكن عن علاج الانيميا، يبقى قبل ما نتكلم عن علاج لابد ان نبحث عن سبب المشكله في البدايه. وقبل ما يعني طبعا هناك اسباب للانيميا هنتكلم فيها، بس تلقائيا لما شخص بيجي لي عياده عنده هبوط، بيتعب بسرعه، صداع مستمر، ارهاق مستمر، مش عارف السبب ايه، على طول بشكل مستمر بطلب منه حاجه اسمها صوره دم كامله. بطلب منه تحليل صورة دم كاملة. من خلال تحليل صورة دم كاملة بنقدر نعرف نسبة الهيموجلوبين اللي عندنا قد ايه، وبناء على نسبة الهيموجلوبين بنقيم الوضع بتاعه وايه، وعشان نحدد البروتوكول العلاجي اللي المفروض هنمشي عليه. لكن قبل ما نتكلم عن البروتوكول العلاجي، خلونا نقول حاجات كده مهمة في البداية. في خمس حاجات هنتكلم فيها مع بعض النهاردة في البث اللي احنا فاتحينه ده. في خمس حاجات هنتكلم فيها نجمعك او كده. لما نيجي نتكلم عن الانيميا، يبقى اول حاجه لازم نبحث عن سبب المشكله في البدايه. يبقى النقطه رقم واحد، لازم نبحث عن سبب المشكله في البدايه. النقطه ونعالج هذه المشكله. يعني عامل بالظبط، يعني ناس كتيره جدا، انا كطبيب تغذيه بنقابل حالات بشكل مستمر، مثلا حالات سمنه، حالات نحافه. غالبا اي واحد يجي له سمنه او عنده سمنه ونحافه يبدا يخش على جوجل ويجيب أنظمة غذائية معينة ويمشي عليها بشكل عشوائي. من الضروري، ربنا يحفظك يا رب، من الضروري لو احنا بنتكلم مثلا لما تعمل نظام غذائي لشيء، لابد ان نبحث عن سبب السمنة اللي موجودة عندنا في البداية. يا سلام، شكرا على الورد الجميل يا حبيبي العزيز، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا حبيبي. خليني بس لما نيجي نتكلم عن مثلا سمنه او نحافه بشكل اساسي، لابد ان احنا نبحث عن سبب السمنه، نبحث عن سبب النحافه. ممكن تمشي على نظام غذائي وهتنزل في الوزن، او هتمشي على نظام غذائي وهتزيد في الوزن، لكن هترجع مره تانية. ليه؟ لان انت اصلا ما عالجتش سبب المشكله. ممكن يكون مثلا عندك مشاكل في الغدد، ممكن يكون عندك مثلا انيميا، عندك نقص في فيتامينات معينه هي اللي مسببه لك السمنه او النحافه، ممكن يكون عندك مثلا وليكن مشاكل في البطن هي اللي مسببه لنا السمنه او النحافه. فالشاهد من الموضوع لابد ان نبحث عن السبب في البدايه. كذلك برضو لما نيجي نتكلم عن الانيميا، من الضروري جدا ان احنا نبحث عن السبب في البدايه. من الضروري ان احنا نبحث عن السبب في البدايه. طب ايه هي اسباب الانيميا الاكثر شيوعا؟ اول سبب من اسباب الانيميا، وده بيكون منتشر بشكل كبير جدا عند الاطفال، اللي هو الديدان في الامعاء. يعني ده بيكون يعني لو قلنا مثلا نقول 99 عند الاطفال، 99% عند الاطفال ممكن يكون عندها ديدان في الامعاء، وكنتيجه وجود هذه الديدان في الامعاء بيحصل عندهم انيميا. فالديدان تكون هي اللي مسببه، هي اللي مسببه لنا الانيميا اللي موجوده عندنا. تمام. فانا لو انا عندي ديدان في الامعاء، لابد ان احنا نعالج الديدان في الامعاء قبل مع علاج الانيميا نفسها، عشان نستفيد بشكل كبير والانيميا ما ترجع لناش مره تاني. في ناس بيقول لك يا دكتور انا عايش طول حياتي عندي انيميا، وانا عارف ان انا عندي انيميا. طب خلاص هدينك، طب ابحث نبحث عن سبب المشكله اللي موجوده عندنا ايه، عشان نستطيع ان احنا نحل هذه المشكله، وبالتالي ان احنا نستطيع نتخلص من المشكله بشكل كله ما ترجع لناش مره تانية. ف
فانا دلوقتي لو بتكلم عن علاج الانيميا، اول حاجه نبحث عن السبب. قلنا من اكثر الاسباب شيوعا عند الاطفال اللي هي ديدان في الامعاء، يبقى دي السبب الاولاني الاكثر شيوعا، وبرضه موجود عند الكبار، يعني في كبار ممكن يكون عندهم ديدان، فدي الديدان مش بعيد تكون عند الكبير، ومش بعيد انها تكون عند الصغير، لكن بتكون عند الصغير اكتر شويه كنتيجه للتلوث، كنتيجه عدم النظافه الشخصيه، كنتيجه ان هو بيلعب مع الاطفال كتير، ممكن طفل يكون عنده العدوى فبتنقله عن طريق اللعب مع الاطفال والاحتكاك واللمس، اللعب في الطين، في ياكل حاجه يلاقيها في الارض، ياكل مع زمايله حد يكون عنده العدوى، فتلقائيا بيكون عرضه للاصابه بالديدان، وكنتيجه الديدان اللي موجوده عندنا بيكون عندنا انيميا. ده كده رقم واحد. تاني حاجة من ضمن الأسباب برضو الأكثر شيوعا للأنيميا قرح المعدة. قرح المعدة برضو تعتبر من ضمن أشهر الحاجات اللي بتقابلنا في العيادات. قرح المعدة ممكن تسبب لنا أنيميا، فاحنا لو احنا عندنا قرح في المعدة لابد إن احنا نعالج القرح اللي موجودة في المعدة واحنا بنحل الأنيميا، علشان ما نحلش الأنيميا وبعد كده ترجع لنا مرة تانية، لأن احنا ما زال سبب المشكلة اللي هو مسبب لنا الأنيميا موجود. برضه نقول الست الحامل نتيجة نقص التغذية بيبقى طبعا السبب الأكثر شيوعا في الأنيميا، يعني واللي موجود عند كل الناس نقص التغذية. لما ما عندناش وعي صحي في الأكل، إن ناكل إيه ونشرب إيه، الأكل اللي موجود فيه حديد عندنا أو الأكل اللي موجود عندنا. فإحنا دلوقتي لو بنتكلم عن علاج الأنيميا يبقى لابد إن إحنا نبحث عن سبب من ضمن الأسباب اللي هو نقص التغذية، ان احنا مبناخدش غذاء كافي بيحتوي على عنصر الحديد، وخصوصا الست الحامل بتبقى اكثر عرضه للاصابه بالانيميا نتيجه نقص التغذيه عندها، وان مش مراعيه ان في طفل برضه بيتغذى من الاكل اللي هي بتاكله، فتلقائيا بيسحب من عندها وهي ما تاخدش غذاء كافي، فتلقائيا يكون عندها انيميا. وطبعا فالناس اللي عندها انيميا بشكل الناس الحوامل بشكل مستمر بيكون عندها انيميا. علشان كده احنا بنقول بشكل مستمر وبشكل متكرر يا جماعة الخير لابد ان احنا نبحث عن سبب المشكلة في البداية. برضو عزانا الله واياكم ضمن الاسباب الأنيميا الاكثر شيوعا والمتداولة واللي موجودة بشكل كبير عندنا في العيادة، اللي هي نقدر نقول اسمها ايه، نقدر نقول السرطانات المختلفة. السرطانات، انواع من السرطانات المختلفة ممكن تسبب لنا برضو أنيميا. نتذكر ايه تاني للأنيميا؟ طبعا هناك بعض الأسباب الأخرى، لكن ديت هذه هي الأسباب الأكثر شيوعا واللي بنقابلها بشكل مستمر، اللي هي نقص التغذية، قرح في المعدة، في الأمعاء. برضو نتكلم عن رابع حاجة، نتكلم عن ايه؟ قلنا السرطانات، أنواع من السرطانات المختلفة ممكن تسبب لنا أنيميا.